السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بشكر كل الناس من جميع انحاء العالم اللي بيبعتوا لي كومنتات وبيطلبوا مني وصفات. بشكركم كلكم وبشكركم على اهتمامكم بالفيديوهات بتاعتي ومتابعيني الغاليين من جميع انحاء العالم. النهاردة هنعمل كريم الصبار والخيار الالوفيرا. طبعا الخيار مرطب ومنعم ومغذي للبشرة، وبرده الصبار غني بالفيتامينات وبيرطب البشرة وبيشيل الهالات السوداء، يعني ممتاز جدا. هنبشر الخيارة وهنقطع الصبار قطع ونضربها في الخلاط. عندنا بشرنا اهو، بشرنا الخيار كده، مش هنرمي طبعا القشر بتاعه ده، مش هنرميه طبعا. هنحط عليه معلقة سكر خشن ونعمل بيه تقشير للبشرة، والصبار هنضربه في الخلاط ونحط عليه مية الخيار. قطعنا الخيار قطع صغيرة كده، هنفرمه في الخلاط ونحطه مع بعض المقادير. ضربنا الخليط في الخلاط اهوت، هنصفيه. صفيه كده كله، نحط عليه معلقة نشا ده، معلقة لبن بودر، عندنا مية ورد اهو، نحط عليها برضو معلقة. عشان يديله ريحة حلوة كده، معانا كمان معلقة جوز هند، زيت جوز هند اهو كده، ونقلب الخليط كله لحد ما يختفي اللبن والنشا، متخليش فيه اي تكتلات عشان يتحط على النار ما يكتلش مننا. كده لازم نخفي، ما نخليش اي اثر للنشا ولا للبن البودر كده. الخليط ده مفيد جدا، ينعم البشرة، يشيل التجاعيد، بيشيل الهالات السوداء اللي تحت العين، لو في انتفاخات بيزيلها، تنعيم وتبييض، يعني حاجة ممتازة جدا. هنجيب الحاجة اللي هنعمل فيها كده، نقلب فيه كده عشان ميبقاش فيه اي تكتلات كده. خلاص كده نفضل نقلب كده لحد القوام ما يخلص. هنضيف عليه معلقة لبن بودر،
اللبن بيدي نعومة للبشرة، نقلبها كده، مش عايزين اي تكتلات فيها ولا اي حاجة، لغاية ما يختفي اللبن خالص. اللبن بيعمل تفتيح للبشرة كمان. بس الوصفة عاملة ازاي؟ نخليها ناعمة خالص كده، مفيهاش اي حاجة. نقلبها كويس ونجيب برطمان او علبة كريم او اي حاجة ونحطها فيها، يكون معقم زي كده. الوصفة دي بتتعمل مرتين ثلاثة في الأسبوع، وصفة جميلة. بناخد كده مقدار كده نحطها على بشرتنا لحد ما يختفي خالص، نعمل مساج كده بيها تدوير، ونسيبها على البشرة. عايزة تسيبيها لحد تاني يوم الصبح، ممتازة جدا. واللي أول مرة يشوف قناة نيني محمد يعمل لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس، واستنوني في الوصفة الجاية.